امشي يوسف المصراتي على التنفيذ، يلعب الكرة على القائم الأول والهدف الثاني للتاجر الرياضي التونسي محمد علي بن رمضان. التوزيعة كانت من المصراتي والأسيس في الرأس من عبد القادر بدران والفينيش في المرمى من محمد علي بن رمضان. متكون في ترجي الرياضي التونسي ولاعب الشباب ياخذ فرصه اليوم في المباراة الودية كأساسي.